السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادتي العلماء، أهل النظر وأهل الفكر وأهل البحث، في الحقيقة نقدم شهادة طفل صغير في ذاك الوقت لعالم كبير انقدح في ذهني، وأنا أستمع لأهل النظر أن الشيخ إذا كان الدكتور سعيد شيبان يوصف فيوصف بالجودة، الجودة في القيادة، الجودة في التواصل، الجودة في العلاقات، الجودة كذلك في الإصلاح إلى ذلك من الأمور. وسأقدم شهادتي عن جودة الشيخ سعيد مولاي، كان يحضر معنا عند الشيخ العربابي رحمه الله، وهو من ندمائه ونحن من تلاميذة الشيخ العربابي رحمه الله. وكان الشيخ سعيد شيبان، الدكتور سعيد شيبان، كان يعني يتردد عليه الشيخ العربابي رحمه الله ليعالجه من يعني في ما يتعلق بمرض العين، لأنه كان مصاب بالسكري، كان مصابا بالسكري. ولكن الشيخ كان يتبع هذا العلاج بزيارة الشيخ ليتأكد من ماذا؟ من التزام الشيخ العربي رحمه الله بما أوصاه الدكتور، بما وصف له. وأذكر في جلسة كنت هناك، في تلك الجلسة الشيخ قدم لنا المقروط، كان يحب يقدم المقروط الشيخ لضيوفه، وإحنا حتى صغارا يعني 15-16 سنة. فالشيخ لما لاحظ هذا، هل يأكل الشيخ ولا ما يأكل؟ فالشيخ قدم، الشيخ كان يحب الحلو على كل حال، الشيخ العربي رحمه الله، فقدم، قال له يا شيخ أنا من ننصحك، يعني قلنا لك هذه الحلوة تزيد في السكر وهذه تؤدي بك إلى يعني إلى العمى. فقال له الشيخ ممازحا وليس كير نفسه، قال له قلوب العارفين ترى ما لا يرى الناظرون، لها عيون ترى ما لا يرى الناظرون. فالشيخ احتد، الشيخ لم يقبل بقوله، لأنه في هذا المكان وقف موقف الطبيب وليس موقف المنتفع من الشيخ العربي. قال له العين هذه ترى يوم القيامة ما لا يراه القلب، ثم لترونها عين اليقين. ضحك الشيخ العربي رحمه الله وأسلم له القلب، وصلى الله وسلم على محمد.